بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام وفي هذه الليلة الشريفة المباركة، ليلة الجمعة، ينعقد مجلسنا الأسبوعي 56 بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. في هذا اليوم 29 من شهر جماد الآخرة، ليلة الأولى من رجب سنة 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، مستكثرين في هذا المجلس المبارك وليلتنا المباركة وهذا الحرم المبارك من صلاتنا وسلامنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: أكثر من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. كل المدائح والمحامد تبتغي شرف الوقوف على جناب المصطفى. صلى عليك الله يا علم الهدى وعلى الصحاب ومن أطاعك واقتفى، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقفنا ليلة الجمعة الماضية في الفصل الذي يتبع ما قبله من فصول قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وتقدم أنه بعدما يقرأ الفاتحة بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام، ثبت من هديه قراءة سورة سواها، والهدي النبوي في هذا متفاوت، ففي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة والعيدين وغيرها من الصلوات كلها كان له فيها هدي، تقدم ما يتعلق بها والسنة النبوية المتصلة بهذا الباب العظيم من حياتنا، وهي الصلاة بين يدي ربنا جل وعلا. والفصل الليلة ذو صلة بما قبله، فيه جمل من الهدي النبوي فيما يتعلق أيضا بهديه عليه الصلاة والسلام بالقراءة في الصلاة، فإنه لما أتم الحديث تفصيلا عن كل صلاة بعينها أوجز في هذا الفصل مقارنة بين تلك الفصول المتعلقة أو الجمل المتعلقة بهديه في القراءة في الصلوات، فهذا سياق يوجز فيه رحمه الله تعالى مع المقارنة بين قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلوات، حتى يشرع من ذلك إلى الركن الآخر وهو الركوع في الصلاة، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم لا يعين في الصلوات سورة بعينها لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين، وأما في سائر الصلوات فقد ذكر أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. هذه قاعدة في السور التي كان يقرأ بها صلى الله عليه وسلم في الصلوات بعد الفاتحة، ما كان يخصص سورة بعينها لصلاة بعينها. يعني لا تقول كان يقرأ الفجر دائما في صلاة العشاء، وكان يستحب أن يقرأ بسورة آل عمران مثلا في الفجر، لم يخصص سورة معينة بصلاة معينة، بل من كل السور قرأ عليه الصلاة والسلام في كل الصلوات. وهذا حديث أبي داود من حديث عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة
إلا قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. وتقدم أن المفصل هو آخر أحزاب القرآن السبعة الذي يبدأ من سورة قاف، وقيل من الحجرات، أو قيل من سورة الفتح وغيرها، فهو ما يقارب الأربعة الأجزاء الأخيرة وزيادة. فهذه السور كلها سمعت من قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلاة. إذن كان ينوع ولا يلتزم سورة بعينها في صلاة بعينها، إلا ما استثناه المصنف، قال إلا الجمعة والعيدين، فإنه في الجمعة تقدم بكم أنه كان يخصص لها سورتي الأعلى والغاشية، وكذلك ربما قرأ فيها الجمعة والمنافقون، والعيدان كذلك، فربما قرأ فيها سورة قاف واقتربت. ما عدا هذه الصلوات الجوامع، الجمعة وعيد الفطر وعيد الأضحى، فإنه لم يخصص صلى الله عليه وسلم سورة بعينها. ولك أن تدخل في المستثنيات فجر يوم الجمعة، فإنه أيضا ثبت في السنة أنه صلى الله عليه وسلم كما تقدم يقرأ في الركعة الأولى بألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الثانية بسورة الإنسان. كل هذا يا كرام سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحيثما قرأ المصلي أجزأته صلاته، حيثما قرأ من كتاب الله، وبأي شيء قرأ بعد الفاتحة، لأن الله عز وجل يقول فقرأوا ما تيسر من القرآن، فحيثما قرأ المصلي من صلاته صحت. أما هذه فسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان من هديه قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في ركعتين، وربما قرأ أول السورة. وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه. وأما قراءة السورتين في ركعة فكان يفعله في النافلة، وأما في الفرض فلم يحفظ عنه. هذه قاعدة أخرى تتعلق بالهدي النبوي في قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة، أنه عليه الصلاة والسلام إذا قرأ سورة قرأها كاملة، لا يجزئها ولا يقتصر على أوائلها أو أواخرها. السنة إذا قرأ سورة أتمها، إن لم يكن في ركعة ففي ركعتين، لأن الصلوات الجهرية لا يزيد الجهر فيها على ركعتين، الفجر والركعتان الأوليان من المغرب والعشاء، فإنه إذا اختار سورة أتمها، بخلاف ما اعتاده الناس اليوم في كثير من مساجد المسلمين من الاقتصار على بعض السورة، مع أن هذا صحيح ومجزئ ولا تبطل به الصلاة، لكننا نتكلم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو قلنا أيهما أفضل، أن يقرأ الإمام أو المنفرد أن يقرأ سورة تامة قصيرة أو متوسطة، أو أن يقرأ بدلاً عنها صفحة من سورة؟ الأفضل أن يقرأ سورة صغيرة كاملة، لأنها أقرب إلى السنة، فالسنة إتمام السورة لا الاقتصار على بعضها. قال في ركعة، أو ربما قرأها في ركعتين. قال وربما قرأ أول السورة، يعني من غير أن يكملها. ويستدل لذلك بحديث سورة المؤمنون، فإنه صلى الله عليه وسلم افتتحها حتى بلغ ذكر موسى وهارون، أخذته سعلة فركع، فدل على أنه قد يبدأ بالسورة ولا ينهيها صلوات الله وسلامه عليه. قال وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه، كمن يقرأ آخر آل عمران أو آخر البقرة أو آخر بعض السور، أو يختار آيات من أواسط السور. قال هذا لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع التأكيد مرة أخرى أن فعل هذا جائز وليس خطأ ولا مبطلا للصلاة ولا قادحا فيها، لكنه الحديث عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه في القراءة في الصلاة. قال وأما قراءة السورتين في ركعة، يعني تقسيم السورة الواحدة في ركعتين، فإنه كان يفعله في النافلة، وأما في الفرض فلم يحفظ عنه.
النافلة سواء كانت تطوعاً مطلقاً أو كانت من قيام الليل أو كانت تحية مسجد ونحو ذلك، لكنه في الفريضة لم يروي الصحابة رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم قسم قراءة السورة الواحدة في ركعتين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما حديث ابن مسعود إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن السورتين في ركعة، الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة الحديث. فهذا حكاية فعل لم يعين محله هل كان في الفرض أم في النفل، وهو محتمل. طيب، تقرر الآن عندنا أن الهدي النبوي الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتم قراءة السورة إما في ركعة أو في ركعتين ولا يقتصر على بعضها. طيب، فها هنا سؤال: فهل كان يجمع بين سورتين في ركعة؟ الجواب نعم، ودل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولفظه في الصحيحين مجمل لم يعين السور التي كان يقرن بينهن، وجاء بيان السور في غير الصحيحين كما في السنن. واللفظ عند البخاري قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة. هذا رجل من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قرأت المفصل الليلة في ركعة، يخبر بذلك مبشرا لصاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله آتاه من القوة والهمة والنشاط ما استطاع به أن يتم حزب المفصل في ركعة، يعني كأن تقول من سورة الحجرات أو من سورة قاف إلى الناس في ركعة واحدة. قال ذلك فرحا مستبشرا، ويخبر بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال له ابن مسعود رضي الله عنه هذا كهذ الشعر، لم يستحسن منه صنيعه، ورأى أن جمع هذا القدر الكبير من السور في ركعة لا يساعد على التأني في قراءتها ولا تدبر آياتها ولا على الهدي الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ به القرآن. قال هذا كهذ الشعر، ثم قال: لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. ما النظائر؟ السور المتناظرة يعني المتشابهة. المقصود بالتشابه التشابه النسبي في طولها ومقدارها. قال: لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في ركعة، يعني كل سورتين منهما تقرآن في ركعة. لفظ الصحيحين لم يشتمل على تسمية السور التي كان يقرن بينهن، وفي ألفاظ أخرى للحديث في غير الصحيحين جاء تسميتها، وهو أن ابن مسعود لما سماها قالها هكذا على التوالي: الرحمن والنجم في ركعة، والقمر والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، والواقعة والقلم في ركعة، وسورة سأل سائل المعارج والنازعات في ركعة، وسورة المطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وسورة الإنسان والقيامة في ركعة، وسورة النبأ والمرسلات في ركعة، وسورة الدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. فهذه 20 سورة تقرن بينهن، في كل سورة في كل ركعة سورتان تشتمل على 10 ركعات. والدخان ليست من المفصل لأنها تتجاوز حزب المفصل، وذكرها بين السور تجوز لأن الغالب من السور في المفصل. وفي رواية 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم، المقصود السورة التي تفتتح بحاميم. فهذا المقصود بالنظائر، وقد سمعت فيه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قول المصنف رحمه الله: وأما هذا الحديث حديث ابن مسعود فقد يستدل به على جواز جمع السورتين في ركعة، قراءة سورتين في ركعة من هذه السور خاصة،
قال رحمه الله: فهذا حكاية فعل لم يعين محله هل كان في الفرض أم في النفل، وهو محتمل. هذا الاحتمال قد يساعد على ترجيح أحد احتماليه بعض الروايات، كما في ظاهر رواية لمسلم عن أبي الدرداء قال في آخرها رضي الله عنه: 20 سورة في 10 ركعات. فكونه نص على أنها 20 سورة موزعة على 10 ركعات ظاهره أنها في النافلة، وربما كانت في شيء من القيام، لأنها هي الذي يقصد بالعدد هذا عادة، وإن كان هذا ليس قطعيا لكنه مما تلوح فيه الدلالة ظاهرة ولا يجزم بها. فالسؤال الآن: هل يقال إن من السنة قراءة سورتين في ركعة؟ الجواب: أما إجمالا فنعم، وأما تفصيلا فيقال إن كان المقصود بها هذه السور التي ثبتت فنعم هي سنة، لو قرأ بها مصل في صلاته لقيل إنه فعل السنة. وكان بعض أهل العلم من السلف يقولون: أحب لمن يتعلم سنة أن يطبقها ولو مرة. فلو فعلها مسلم فصلى ركعتين، قرأ في إحداهما بها بسورتين من هاتين، وفي الركعة الأخرى بسورتين أخريين، يكون قد أتى على شيء من سنن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معا فقل ما كان يفعله. وقد ذكر أبو داود عن رجل من جهينة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، قال: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. هذه صورة أخرى لقراءة السورة بعد الفاتحة. تقدمت معنا 3 صور. الصورة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة بتمامها، سواء كانت في ركعة وفي الركعة الأخرى سورة أخرى بتمامها، أو يقسم السورة في ركعتين. والصورة الثانية أن يجمع بين أكثر من سورة في ركعة واحدة. هذه الصورة الثالثة: هل كان عليه الصلاة والسلام يكرر سورة واحدة يقرأها في الركعة الأولى ويعيدها في الركعة الثانية؟ الجواب: ليس هذا من عادته صلى الله عليه وسلم. عادته ألا يعيد قراءة سورة في الركعة الثانية قرأ بها في الركعة الأولى. ولأن هذا خلاف عادته فقد جاء في سنن أبي داود هذا الحديث الذي سمعتم وهو صحيح السند، عن رجل من جهينة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت، سورة الزلزلة، في الركعتين كلتيهما، يعني قرأ الفاتحة في الركعة الأولى وقرأ بها الزلزلة، ثم قام إلى الركعة الثانية فقرأ الفاتحة وقرأ سورة الزلزلة. ولأنها على غير عادته يقول الراوي: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. ليش كان احتمال النسيان؟ لأن هذا ليس من عادته عليه الصلاة والسلام. فإذا الأمر محتمل كما يقول الراوي، قد يكون نسيانا وقد يكون عمدا. فإذا كان هذان الاحتمالان قائمين فحمله على العمد لبيان المشروعية أولى. لما؟ لأن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم التشريع للأمة وبيان المشروعية وجواز الفعل الذي يفعله، وأما النسيان فهو على خلاف الأصل. فإذا تردد الأمر أبقيناه على الأصل بأنه فعل ذلك عمدا. فهذا الحديث في سنن أبي داود فيه فائدتان: الأولى تكرار سورة الزلزلة في الركعتين كلتيهما، فلو فعله إمام أو منفرد في صلاة الصبح ليطبق بذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك موافقة للسنة، لكنه لا يكون على الدوام لأنه لم يداوم عليها صلى الله عليه وسلم، ولا على التكرار لأنه لم يروه غير هذا الصحابي، ولأنه صحيح السند فليس إلا إثباتها سنة، لكن لا على الدوام ولا التكرار. والفائدة الثانية في الحديث أن قراءة سورة الزلزلة على قصرها يثبت القاعدة التي تقدمت ليلة الجمعة الماضية،
أن الهدي النبوي في الصلوات إذا كان في صلاة الفجر الإطالة فالمقصود بها الغالب لا الدائم، لأنه ثبت أنه قرأ سورة قصيرة كالزلزلة، فقراءة سورة الزلزلة وهي قصيرة تدل على جواز فعل ذلك، وأنه حيث نقول السنة التطويل في قراءة صلاة الصبح فالمراد به الغالب والأعم وليس الدائم المستمر، فإنه صلى الله عليه وسلم ربما خفف الصلاة كأن يكون في سفر أو أن يكون قد وقف على عذر معتذر في صلاته كما يسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة من أجل أمه كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وكان يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح ومن كل صلاة، وربما كان يطيلها حتى لا يسمع وقع قدم. طيب، هذه أيضا قاعدة في المقارنة بين صلواته صلى الله عليه وسلم فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء. السنة المتكررة في الصلوات كلها أن تكون القراءة في الركعة الأولى أطول من القراءة في الركعة الثانية، والحكمة نعم إعطاء فرصة لإدراك المصلي للركعات كاملة، إدراك الركعة الأولى وما بعدها، فتطويل الركعة الأولى من أجل إعطاء فرصة وإدراك المصلين والمأمومين لصلاة الجماعة كاملة الركعات. قال: كان يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح، قال: ومن كل صلاة. فهذا ليس خاصا بصلاة الصبح، ودل على ذلك عدة أحاديث، منها مثلا ما تقدم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صلاة الظهر وتقدم ليلة الجمعة الماضية، وفيها يقول رضي الله عنه: كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ، ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، قال: مما يطولها. فهذا نص صريح، والخروج إلى البقيع خروج من المدينة النبوية آنذاك، فإن البقيع كان في ضاحية المدينة، فالخروج إلى البقيع وكان مقبرة ومن ورائه لأنه خارج المدينة أماكن تقصد لقضاء الحاجة فيها، فيخرج الرجل من بيته يقضي حاجته وقد قامت الصلاة ثم يرجع إلى بيته فيتوضأ ويأتي المسجد، قال: فيدرك الركعة الأولى، مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطولها. هذا الحديث وإن كان خاصا بصلاة الظهر أو نصا في صلاة الظهر لكنه عام في كل الصلوات بأدلة أخرى، قال المصنف رحمه الله: ومن كل صلاة. ومن شواهده أيضا حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بالفاتحة وسورتين، وكان يطول في الأولى، قال: وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. فدلت الأحاديث على هذه السنة، تطويل الركعة الأولى في القراءة على الركعة الثانية، وبعض الفقهاء من بعض الروايات قدرها بالضعف، يعني أن تكون القراءة في الركعة الثانية على النصف من مقدار القراءة في الركعة الأولى. فإذا ثبت أنه كان يقرأ في الظهر في الركعة الأولى بنحو 30 آية، فإن الركعة الثانية تكون على النصف بقدر 15 آية وهكذا. وإذا قرأ في صلاة الصبح بنحو 60 آية كما في سورة المؤمنون كان في الركعة الثانية على النصف منها وهكذا. وقول المصنف رحمه الله: وربما كان يطيلها حتى لا يسمع وقع قدم أو لا يسمع وقع قدم، فإنه مما جاء في لفظ الرواية عند أبي داود في سننه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. والحديث ضعيف السند من رواية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، لكنه ضعيف لمجهول في سنده. فأما المعنى فصحيح أنه كان يطيل الصلاة، ومعنى حتى لا يسمع وقع قدم أنه قد حضر أهل المسجد جميعا
أو جلهم، فلم يبقى أحد ليدرك الركعة، فإذا انتهت الأصوات والخطوات إذن فقد اجتمع أهل المسجد، فعندئذ يشرع في ركوعه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الجمع يا كرام هو تلخيص لما تقدم. اختلاف قدر القراءة في الصلوات ثابت في سنته عليه الصلاة والسلام، ولك أن تقول إنها في الجملة هكذا. السنة في قراءة الصبح والظهر بطوال المفصل، ويطول في الصبح أكثر من الظهر، وأما العشاء والعصر فيكون بقدر أوساط المفصل، وأما المغرب فبقصار المفصل. وتقدم أن طوال المفصل من سورة قاف إلى النبأ، وأوساطه من النبأ إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس. والحكمة في تطويل الصبح ما يذكره المصنف بعد قليل. أما الظهر فلأنها أيضا في وقت يكون الناس فيه في يقظة ومستقبلين لشؤون حياتهم، وربما كان بعد قيلولة، فيكون إعانة لهم على إدراك الصلاة بنشاط وهمة وإقبال واحتمال، بخلاف صلاة العصر فإنها ليست كذلك، لأنها في وقت قد تعب فيه أهل الأعمال وهم في العودة إلى دورهم، فخففت عن ذلك مما في صلاة الفجر أو الظهر. وأما المغرب فضيقة الوقت، فاحتاج فيها الإمام إلى زيادة في التخفيف. أما العشاء فلحاجة الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم، وإلى العودة إلى منازلهم، وفي وقت يحين فيه النوم أو يغلب فيه النعاس، لكن وقتها واسع فأشبهت العصر فتوسطت في طولها. هكذا يقرر الفقهاء في الجملة الهدي النبوي في التشريع في القراءة في الصلاة. ولو طول الإمام أو المنفرد الصلاة القصيرة أو قصر الطويلة، لكنه استكمل أركانها وشروطها وواجباتها، فالصلاة صحيحة. إنما الحديث كما تكرر هو عن تقرير سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في القراءة في الصلوات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات، وهذا لأن قرآن الفجر مشهود، قيل يشهده الله وملائكته، وقيل تشهده ملائكة الليل والنهار، والقولان مبنيان على أن النزول الإلهي هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح أو إلى طلوع الفجر، وقد ورد فيه هذا وهذا. ستة أسباب علل بها المصنف رحمه الله الحكمة في تطويل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر على غيرها من الصلوات. لماذا كانت قراءته في الفجر أطول من غيرها؟ ذكر فيها ست حكم. أولاها قال: لأن قرآن الفجر مشهود، والدليل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، يعني وصلاة الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، مشهود اسم مفعول، يعني كان مشهودا بالحضور. فالسؤال: من الذي يشهده ويحضره حتى عد ذلك مفخرة لصلاة الفجر ومنقبة؟ إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال رحمه الله: قيل يشهده الله وملائكته، وقيل تشهده ملائكة الليل والنهار. إذن إما أن تقول تشهده الملائكة التي تتعاقب على بني آدم لكتابة أعمالهم ورفع صحائفهم بالليل وبالنهار، أو هي الملائكة ورب العزة والجلال معهم يكون في شهود صلاة الفجر ذلك الخير والفضل والشرف العظيم. قال رحمه الله: والقولان مبنيان على أن النزول الإلهي، يعني الذي يكون في آخر الليل، هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح أو إلى طلوع الفجر، وقد ورد فيه هذا وهذا. يقصد رحمه الله أن الحديث الذي جاء في فضل النزول الإلهي، أن الله عز وجل بعزته وجلاله يتنزل إلى السماء الدنيا، هل هذا النزول الإلهي الكريم هل هو إلى طلوع الفجر؟ فإن قلت إلى طلوع الفجر فإذا شهود الملائكة هو المنحصر في المعنى الآية، لأن الله عز وجل إنما يكون بجلاله وعظمته في السماء الدنيا إلى طلوع الفجر، وهذا لا يعني صلاة الفجر. أما القول الآخر بأنه إلى صلاة الصبح فيكون هذا شاهداً
على أن الله عز وجل أيضا مع الملائكة الكرام شهود في صلاة الفجر. الروايات في هذا نوعان، أما الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن الله عز وجل يدلي بكرمه سبحانه وتعالى ويتفضل على عباده حتى ينفجر الصبح. في حديث عند مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ قال: حتى ينفجر الفجر. وفي رواية أخرى أيضا في صحيح مسلم قال: حتى ينفجر الصبح، وفيه: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه. فبين الحديث في الصحيح أن التنزل الإلهي على ما هو في ظاهره والله أعلم بتأويله إنما يكون إلى صلاة الفجر، إلى طلوع الفجر. أما القول الآخر إلى صلاة الصبح فيريد به المصنف رحمه الله تعالى ما جاء في رواية في غير الصحيحين، وهي أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد في مسنده والبزار والدارمي وغيرهم، ولفظه: ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا لنصف الليل الآخر أو لثلث الليل الآخر فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من الذي يسألني فأعطيه؟ من الذي يستغفرني فأغفر له؟ قال: حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح. فجاءت بأول التخير، وقد نص المحدثون على أن هذا وهم من راويه ولم يصح بذلك، وهو من أوهام بعض رواة الحديث محمد بن عمرو بن علقمة، صدوق له أوهام، فعد هذا من أوهامه، لأن الحديث في الصحيحين ليس فيها إلا حتى يطلع الصبح أو ينفجر الفجر. فإذا كان كذلك تبين يا كرام أن قول الحق سبحانه وتعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا إنما يراد به شهود الملائكة الكرام عليهم السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. هؤلاء الملائكة الحرس الحفظة الذين يحفظون أعمال العباد ويحرسونهم ويرفعون صحائفهم، وهذا الرفع اليومي لأعمال العباد إلى رب العزة والجلال. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فإذا صعدت ملائكة النهار في صلاة العصر وهبطت ملائكة المساء، عادوا فاجتمعوا في صلاة العصر فيصعد هؤلاء وينزل أولئك. والشاهد أن الملائكة ما حضرت إلا هاتين الصلاتين، فمن رأوا فيهما من العباد من أهل الإسلام شهدوا له بأنه من أهل الصلاة. فلما يسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: يا رب، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وكأنه مقيم ببيت الله في المسجد، والملائكة لا تعلم الغيب، إنما جاءت لما نزلت وجدته في المسجد، وصعدت لما صعدت وهو في المسجد، فقالت هذه الشهادة المفخرة لأهل المساجد: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. قال ابن مسعود: يجتمع الحرسان في صلاة الفجر فيصعد هؤلاء ويقيم هؤلاء، وهذا قول طائفة من السلف النخعي ومجاهد وقتادة وغير واحد في تفسير الآية. بل في غير الصحيحين في حديث يتعاقب فيكم ملائكة الليل وملائكة النهار يقول أبو هريرة رضي الله عنه بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية إن قرآن الفجر كان مشهودا، يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. يستدل بالآية على معنى الحديث أنهم يجتمعون فيشهدون قراءة الإمام وصلاة المصلين. يا قوم، استشعار هذا الفخر وهذا الفضل وهذا الأجر يعين بعون الله على شيئين: الأول النشاط لصلاة الجمعة لصلاة الفجر جماعة وحضورها وعدم التكاسل فيها أو التهاون. تفوتك صلاة تشهدها ملائكة،
تفوتك صلاة يسجل فيها اسمك مع من شهد الصلاة فتشهد لهم الملائكة بأنهم في المسجد. والأمر الثاني في استشعار هذا المعنى الذي يعيننا عليه بعون الله تعالى هو التلذذ بطول القراءة في الصلاة والاستئناس بها وعدم الضجر أو الانزعاج أو التململ. فإذا قرأ إمامنا مطيلا للقراءة في صلاة الفجر مستشعرين أن ملائكة الله حاضرة وأن الصلاة مشهودة زادنا هذا والله شوقا وأنسا بكلام الله واستمتاعا به. وقلنا لإمامنا زد زادك الله من فضله استشعارا لهذا الشرف. فأما إذا غابت المعاني وتجردت العبادات عن روحها عن مقاصدها ثقلت على النفوس فأتينا للعبادات بهيئاتها الظاهرة مع ثقل عظيم وشيء من إكراه النفس، خصوصا إذا صاحب ذلك تعب الأبدان وسهر الليل وقلة النوم، فيسحب أحدنا نفسه إلى الصلاة متثاقلا ويرجو أن يقصر إمامه الصلاة أو يخفف، وربما طلبه بذلك. في غياب هذا المعنى تغيب أرواح العبادات ومقاصدها وتحضر هيئاتها الظاهرة. وفي هذه النصوص التي سمعتم ما كان إغراء لنا، ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ولا فسرت الآية الكريمة بهذا إلا لاستشعار المعنى العظيم بأن الله عز وجل كريم منان، والله سبحانه وتعالى يعطي فضله من يشاء من عباده. فقوله حتى يشهدها ملائكة الليل والنهار وهو أيضا مبني على الآية الكريمة. والحديث كما تقدم في تفسير إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقوله من يدعوني فأستجيب له حتى يطلع الفجر. وأما الزيادة أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح فقد تفرد به بعض رواة الحديث وهو في سنن أبي داود، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأيضا فإنها لما نقصت عدد ركعاتها جعل تطويلها عوضا عما نقصته من العدد. هذه حكمة ثانية في تطويل القراءة في صلاة الفجر عن باقي الصلوات، أن عدد ركعاتها أقصر من بقية الصلوات، هي أقل الصلوات عددا في الركعة ركعتان. قال فجعل تعويض عدد الركعات الناقصة تطويلا في قراءتها، فهذه حكمة أيضا. وأيضا فإنها تكون عقيب النوم والناس مستريحون، يعني فيقبلون على الصلاة بنشاط لا يتعبون فيه من تطويل القراءة لو أطال فيها الإمام. وأيضا فإنهم لم يأخذوا بعد في أشغال المعاش وأسباب الدنيا. هذه حكمة رابعة، بمعنى أن الأذهان صافية والنفوس غير مشغولة، وما زال المصلي في بداية يومه غير منزعج أو مشغول البال بشيء من أشغال المعاش وأسباب الدنيا. وأيضا فإنها تكون في وقت يواطئ فيه السمع واللسان القلب لفراغه وعدم تمكن الأشغال منه، فيفهم القرآن ويتدبره. نعم، هذا كما قال الله عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا. فوقت الليل أعون على التدبر وقراءة القرآن والمناجاة والدعاة بالأسحار لهذا المعنى العظيم، يتواطأ فيه السمع واللسان مع القلب، فيكون القلب حاضرا لما يقرأ اللسان ولما تسمع الأذنان لأجل الفراغ وعدم سيطرة الأشغال على الفكر والعقل بعد، فيكون هذا عونا على فهم القرآن وتدبره. فشرعها هنا تطويل القراءة ليأخذ القلب حظه من كتاب الله في بداية يومه، ليستفتح يومه وقد سمع من كلام الله أو قرأ إن كان إماما أو منفردا من كتاب الله ما تحل به البركة في سائر يومه، وقد وعى من كلام الله وسمع أو قرأ من السور والآيات ما يرجو أن ينفع الله به قلبه فتصلح به حياته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأيضا فإنها أساس العمل وأوله، فأعطيت فضلا من الاهتمام بها وتطويلها. يعني هذه الحكمة السادسة أن أول العمل هو أول ما يقوم النائم من نومه، ولا يستقبل شيئا من الفرائض قبل صلاة الفجر، فهي أساس العمل. ومتى ابتدأ المسلم يومه بأساس متين رجي أن يكون بقية يومه صالحا فالحا ناجحا سعيدا محفوفا بالبركة، ولا شيء يعين
على استجماع بركتك لبقية يومك أكثر مما تبدأ به في صلاة فجرك في أول يوم. فإذا ابتدأت يومك وقد أخذت حظك من كتاب الله وذكره والأنس بكلامه في الصلاة بين يديه سبحانه، كان ذلك وجها من الحكمة لمشروعية التطويل فيها والاهتمام بها أكثر من غيرها من الصلوات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه أسرار إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وحكمها، والله المستعان. ولا شك أن الأسرار والحكم والمقاصد أمر زائد على مجرد فقه أحكام الشريعة. الفقه معرفة الأحكام، الواجب والمستحب والمكروه والمباح والحرام، هذه أحكام الشريعة. لكن الحكم ما وراء ذلك، لما كان هذا الواجب واجبا، وما حكمة استحباب هذا الفعل أو ذاك، ولما حكم على هذا بالكراهة، وما وجه تحريم هذا المعنى. الالتفات إلى الحكم هي مقاصد الشريعة، هي أسرارها غاياتها، فهذا باب آخر من فقه الدين غير فقه الأحكام. قال رحمه الله: هذه أسرار إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وحكمها، وإلا فإن الاقتصار على هيئات العبادة الظاهرة المجردة يجزئ وتبرأ به الذمة. فمن صلى أو صام أو زكى أو حج بيت الله الحرام، متى استوفى في كل عبادة أركانها وشروطها وواجباتها فالعبادة صحيحة، إذا سلم أيضا من نواقضها ومبطلاتها العبادة صحيحة وتبرأ بها الذمة وتجزئ. لكن السؤال: هل هي العبادة التي يحبها الله من العبد؟ هل هي الصلاة التي يريدها الله؟ إن صلى بلا خشوع، فالخشوع ليس ركنا ولا واجبا لكنه روح الصلاة، فإذا صلى صلاة بلا خشوع فصلاته صحيحة، ولا أحد من الفقهاء يقول له لأنك سرحت في صلاتك أو فكرت خارج صلاتك عليك الإعادة، لا أحد يفتيه بإعادة صلاته، ولو كانت الفتوى بالإعادة لأعدنا صلواتنا كلها، والله المستعان. لكنه لطف الله، يكفيه ظاهر العمل الذي يجتهد فيه العبد، لكن يجاهد نفسه في حضور قلبه، فإذا اجتهد نال من فضل الصلاة وأثرها في حياته واستمتع فيها بقدر ما يحضر فيها قلبه. وقل مثل ذلك في الصوم: ما الصوم؟ إمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من الفجر الثاني إلى غروب الشمس. فمن صام بهذه الآية الظاهرة لكنه مقصر في باقي الأمور، يعني في سمعه وبصره ولسانه، لسانه ما زال غير صائم عن الكذب والغيبة والنميمة، وبصره ما زال غير صائم عن النظر إلى المشاهد والمقاطع والفتن والمحرمات، وسمعه غير صائم. مثل هذا فصومه صحيح من حيث الشرع والحكم الشرعي، لكن من حيث الحكمة الإلهية والتشريع الرباني ما حقق حكمة الصوم. ما الصوم؟ قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصوم يورث تقوى الله عز وجل في القلب. لن يحقق تقوى الله صائم ببطنه وفرجه، مفطر بعينيه وبأذنيه وبلسانه، ما حقق الحكمة ولن يصل إلى تقوى الله. أما صومه فصحيح، ولو كذب وهو صائم، ولو نظر إلى أمر غير جائز وهو صائم، نعم هو خدش صومه ونقص أجره، لكنه من حيث الإجزاء صوم مجزئ. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الصوم صحيح، لكن ليس هو الصوم الذي يحبه الله عز وجل. وهكذا في كل عبادة. وسر ذلك يا كرام أن الله لما خلقنا يا بني آدم خلقنا من عنصرين: بدن وروح. أما البدن فهو المخلوق من طين، وأما الروح فالنفخة الإلهية: ونفخت فيه من روحي. ولهذا فإن كل عبادة في الإسلام تأخذ من كل شطر منك يا ابن آدم بحظها من عبوديتك فيها لله. أما البدن فالهيئة الظاهرة، تتوضأ وتستقبل القبلة وتصلي وتركع وتسجد. طيب وأما روحك فما حظها من عبادة الصلاة؟ حضور قلبك فيها بالخشوع، صومك
حظ بدنك منها الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، وحظ روحك أن تتناول تقوى الله وأنت صائم. وهكذا كل عبادة في الإسلام يراد منك أن تؤدي العبادة ظاهرا بهيئتها بأركانها وشروطها وواجباتها، وأن تؤدي العبادة باطنا بأن يحضر فيها قلبك، وأن يكون لروحك حظها أيضا من العبودية لله في كل تلك العبادات. فهذا إشارة إلى ما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله: إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وحكمها، والله المستعان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وكان إذا فرغ من القراءة سكت قدر ما يتراد إليه نفسه. هذا الفصل في الركوع، بعدما أتم ركن القيام والقراءة فيه انتقل إلى الركوع، ماذا يفعل بعدما يفرغ من القراءة؟ يشرع في الركوع، ويأتيك الآن بالهدي النبوي في الركوع، في صفة الركوع، في هيئة الركوع، في ماذا كان يقول في الركوع صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان إذا فرغ من القراءة سكت قدر ما يتراد إليه نفسه، ثم رفع يديه كما تقدم وكبر راكعا، ووضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه، وبسط ظهره ومده واعتدل، فلم ينصب رأسه ولم يخفضه، بل يجعله حيال ظهره معادلا له. كان إذا فرغ من القراءة صلى الله عليه وسلم سكت، وهذه إحدى السكتات التي تقدم ذكرها في أول موضع بعد كلامه عن تكبيرة الفاتحة، هل هما سكتتان أو ثلاث؟ تقدم هناك الخلاف. إنما ها هنا سكت بعدما يتم السورة التي بعد الفاتحة، قبل أن يركع ها هنا سكتة لطيفة، قال: بقدر ما يتراد إليه نفسه، حتى لا يصل قراءة آخر آية من السورة بالتكبير، فلا يقول مثلا صحف إبراهيم وموسى الله أكبر، يفصل، فإذا قال صحف إبراهيم وموسى الله فيقف بقدر ما يتراد إليه نفسه، ثم يركع. يركع كيف؟ قال: يرفع يديه كما تقدم. ما الذي تقدم؟ يرفع يديه باسطا أصابعه، مستقبلا بهما بكفيه القبلة، ممدودة الأصابع مضمومة. إذن هذه استقبال الكفين للقبلة، ممدودة الأصابع لا مقبوضة ولا مثنية، ممدودة مضمومة لا مفرجة. فإذا مد كفيه بسط أصابعه وضمها واستقبل بها القبلة، يرفع كفيه إما إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، وتقدم بكم أنهما صفتان على التخيير، ومنهم من قال بل المقصود بداية كفيه مقابل منكبيه وامتداد أصابعه إلى فروع أذنيه، والأمر في هذا يسير. هذا قوله: يرفع يديه كما تقدم ويكبر. فإذا رفع يديه وكبر كان هذا أحد المواضع التي ترفع فيها اليدان مع التكبير، والموضع الأول تكبيرة الإحرام، فيرفع يديه مكبرا الله أكبر، ثم يركع على الصفة التي بينها. ما صفة ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما، يقبض بكفه على ركبته، ووتر يديه فنحاهما عن جانبيه، لا يجعل يديه مضمومة إلى الجنبين. أما الظهر فيبسط ظهره ويمده، يعني غير مقوس، فيعتدل ظهره، ويكون ظهره مساويا لرأسه، لم ينصب رأسه، لم يرفعه ولم يخفضه، يعني عن مستوى ظهره، بل يجعله حيال ظهره معادلا له، فيستوي الظهر مع الرأس في ركوعه وهو راكع. ولذلك شواهد. فهذه صفة ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما شرح المصنف: ليعتمد بيديه على ركبتيه كالقابض عليهما، أن يفرج أصابعه إذا وضعهما على ركبتيه، أن يجافي يديه عن جنبيه، أن يبسط ظهره، وأن لا يرفع رأسه ولا ينكسه. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وهو قول طائفة من السلف. دل على ذلك جملة
من الأحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. لم يشخص يعني لم يرفع رأسه، ولم يصوبه يعني لم يخفضه بل يجعله حيال ظهره. ومنه حديث أبي حميد الساعدي أيضا رضي الله عنه، والحديث في صحيح البخاري، لما ذكر صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره. حصر بمعنى ثنى ظهره نحو الأرض وحناه في ركوعه عليه الصلاة والسلام. فهذان الحديثان من أظهر ما يستدل به على هذه الصفة في الركوع. ولهذا بوب البخاري رحمه الله فقال: باب استواء الظهر في الركوع. أما حديث وابصة بن معبد يقول فيه رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب الماء عليه لاستقر. فالحديث أخرجه ابن ماجه والطبراني، لكنه حديث ضعيف، لأن طلحة بن زيد الرقاشي يرويه عن راشد بن أبي راشد عن وابصة، وراشد مجهول، ويزيد وطلحة بن يزيد منكر الحديث كما يقول البخاري متهم بالوضع، فلا يصح الحديث. وحديث عائشة وأبي حميد فيه غنية لإثبات صفة ركوعه صلى الله عليه وآله وسلم. نقف عند هذا القدر من فصل الركوع، وفيه تتم في الحديث عن أذكار الركوع وما يقوله المصلي من الأذكار وما حفظ في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فللفصل بقية نأتي عليها في المجالس المقبلة إن شاء الله تعالى. ولجمعتنا في ليلتنا أيضا بقية للمتسابقين جمعتهم في يومها وليلتها من الاستكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست مشروعة ليلة الجمعة ويومها فحسب، بل هي أجر وذكر، هي وفاء وعرفان من مسلم لنبي أمته صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لمن استكثر منها إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. فمن أراد كفاية الهم ومغفرة الذنب وانشراح الصدر فليستكثر من صلاته وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا ربي وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح وأرشد وسدد الأئمة وولاة الأمور يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج الهم عن إخوتنا المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم في فلسطين والسودان وفي كل أرض وتحت كل سماء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظهم من شرور الأشرار وكيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا رب وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.